رغم اني يا بنات والله قلبي قهرني. انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون حماس حماس حماس، انتم منتظرينه كثير. انا صراحه بعرف انه انا تاخرت عشان كان بدي يكون بيرفكت. اذا انت كنت اول مره بتشوف هالوش الحلو، شايفين السقف النفس، بنصحك انك تشوف الفيديو اللي صورته بنهايه سنه 2018، فيديو كتير حلو عن تحدي الاستيقاظ. وكمان اذا كنت اول مرة بتشوفني، بليز اشترك بالقناة، تضغط على زر سبسكرايب اسفل هذا الفيديو، فعل الجرس لانه الجرس بنفس اهمية سبسكرايب، حط لهذا الفيديو بيج لايك طبيعي عشان تحمسني. اذا سويت كل هذا يعني شو ناطر انك تتابعني على الانستغرام؟ يعني ما عادي يا جماعة، وصلونا ل 30,000 على الانستغرام باقرب وقت. وهلا بلا ما اطول عليكم اكثر، خلينا نبلش بالفيديو. هاي يا جماعة، اعتذر على هالوش هاد اللي كتير تعبان، بدي عيوني كتير حمرة. اوكي شايفين الساعة؟ اول خطوة رح اسويها بما انه نومي مش مزبط فما رح نام. تحدي هاد هو من سلسلة بنت قوية، لانه انا بؤمن ما فيك تكوني بنت قوية وبتقادرة انك انت تحققي اهدافك وطموحاتك وتكوني فاعلة في يومك ويكون يومك productive بدون ما بيكون في نومك منظم، وخاصة الصباح في بركة مش طبيعية في الصباح. فلذلك سنقوم بالتحدي، وانتم يا اعزائي المشاهدين ستقومون كذلك بهذا التحدي. بعد ما تحضروا الفيديو تستفادوا من هاي النصائح اللي راح نقدمها، انتم تروحوا تسووا هالتحدي هاد، وراح تروحوا تتابعوني على الانستغرام، وكل يوم انا وانتم راح نسوي هالتحدي هاد، ننزل ستوري ونحط فيها الوقت بالضبط امتى صحينا، وانتم سووا له منشن وانا راح اشارك ستورياتكم عندي على الانستغرام. اوكي بيب ليتس دو ات. هاي هلا قديش الساعة رح تنصدموا؟ نمت ما يقارب شي ساعتين، بعدين رحت لمطعم اكلت برا، اشتريت اغراض من للبيت ورجعت، واحنا قلنا رح نصحى الساعة 5، انا رح نام ما يقارب 4 ساعات، فلهيك جبت الريد بول هاي مشان بكرة انها رح تكون المساند الرسمي مع الكثير من القهوة. المت يا جماعة هي المساند الرسمي لهالجلسة. رح خلص الشابتر 14 وصراحة على طول أنا ما عندي ولا طاقة ولا مجهود إنه أنا أقرأ أكتر من شابتر. من الأشياء اللي تساعدكم إنكم تناموا مرتاحين وتريحوا أعصابكم إنكم تحطوا موسيقى. رح أحط لكم الموسيقى اللي أنا بسمعها غالبا، أنا بحب صوت المطر فلهيك عم بسمع هاي الموسيقى. بونجور. هلا رح روح اتحمم من كل شيء، فلهيك حاطه ماسك هون، ماسك زيتي على شعري، وهلا رح استعمل الماسك هذا على وشي، كمان رح احط هذا على منطقة العين. حضروا حالكم، الفزاعة رح تظهر هلا. هلو ام باك يا جماعة، ما في نعيمة ميرا، ما في صحة ميرا، صحة الدوش شعري لسه لهلا مبلل، رح خليه ينشف على راحة راح. كتير كتير متأسفة على حالي انه كل طاقتي راحت في تنظيف الشقة في 4 ساعات، راحوا على الفاضي، وانا عندي كتير حفظ لازم هلا احفظ الشابتر، فرح بلش بالحفظ هو الاول بعدين اسوي الاشياء الاقل. مثلا عندي اشياء لازم احلها، شوي محاضرات لازم اكتبها، فرح بلش بالحفظ هو الاول. هلا الساعة 12، اول شيء اللي هو الموتيفيشن، لازم يكون في عندكم موتيفيشن عشان تصحوا بكير.
وهالشي اكيد رح يكون هدف انتو عم تسعوا انكم تحققوه في حياتكم. فالهدف هذا رح يخليكم كل يوم عندكم العزيمة والقدرة انكم انتو تصحوا بكير، مشان كل يوم هذا هو فرصة وخطوة جديدة انت عم تخطوها مشان تحقق الهدف اللي انت بدك اياه. فلهيك خلوا سبب استيقاظكم سبب كتير مقنع، سبب كتير قوي، واذا لزم الامر يا اما تكتبوه او تدونوه او حتى تلصقوه عندكم في الغرفة. بونجور بونجور مون امور بونجور. صباح الخير يا جماعة، انا فقط طبعا من النوم. اول شيء الجريمة اللي انا ارتكبتها مبارح، لا حول ولا قوة الا بالله، من الساعة 7 ما عاد فيني اتحمل، فخلاص قلت رح يضيع وقتي على الفاضي، ورح يعني قلت هالوقت هذا انام فيه ارتاح فيه افضل، لانه مستحيل كنت بقدر اركز او اذاكر او اشوي او اسوي قصدي اي شيء. خليني افرجكم الساعة هلا قد يا عمري يا روحي، الساعة 2 بس انا صاحية من الساعة 1. صحيت من الساعة 1 قلت لا رح نام رح ارجع انام ما بعرفش ايش، وظلت عم حاول استقوى على حالي اني انا انام. قال لي النوم مستحيل بيجيكي ما دام صحيتي خلاص، رغم اني يا بنات الله قلبي قهرني ما اورى انه كيف تخربط نومي. كان نومي تمام اول يوم كنا ماشيين صح، بعدين خربط. رح نصلح كل شيء يتصلح في الحياة. بما انه عندي يا بنات مليون شيء اذاكره، فرح بلش مذاكرة لما بين خلاص اتعب، اذا تعبت رح اروح انام شي ساعة او ساعتين بعد اقلل شي، لانه ورايا اليوم شيء كثير 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 لازم اسويه. مو زي امبارح على فكرة عطلة، فلهيك قاعدة في البيت مو مسوية ولا شيء، براحة راحتي سلولي، بس اليوم رح يكون النمط هيك سريع، فلهيك لازم اخلص كل الاشياء اللي لازم اخلصها. رح بلش هلا يومي بفطور كثير انا بحبه، الشوفان مع ستروبريز. كتير كتير بحب ستروبريز على فكرة، مدمنة فراولة. لازم يكون في عندكم مورنينج روتين، لازم في عندكم عادات معينة صحية في صباحكم، روتين معين تسووه كل صباح، هالشي رح يعطيكم موتيفيشن كمان انكم تصحوا. يعني انا غالبا اكثر شي بيحفزني انه انا اصحى صراحة هو الاكل، بحب الاكل بعشق الاكل، اكل ليلا صباحا ومساء ويوم الاحد. فالاكل هو اكثر شيء بيحفزني بكل صراحه اني اصحى خاصه في الصباح. يا عمري ديري لي خليني معاك نايم. على فكره انا هيك عشان انا احمس حالي واصح صح لازم اسمع ميوزك، لو ما بسمعش ميوزك في الصباح يعني no way. ادعولي اني اخلص كل اللي علي، وانه ما بيجنيش نوم اهم شيء، ما بروحش نايمة في المحاضرة. يلا peace and love. هاي جماعة من الجامعة، أنا عم صور بالموبايل في ليك مش عارفة أطلع هون أو هون. المهم هلا معي محاضرة فدولي. 3 hours later. خلصت هلا اللكتشر تبعي والحمد لله الحمد لله الحمد لله، أنا أخذت فول مارك. بس على فكرة يا جماعة المذاكرة في الصباح كتير تعطي طاقة ونشاط، وعن جد أنا يعني كنت عم ذاكر من الصبح يكون من الساعة 5 عم ذاكر لحد الساعة 11 وكل شيء تمام والحمد لله، حفظت وأخذت فول مارك. يعني it's so good. So guys تقريبا 24 دقيقة، so يلا نكمل بسرعة، أنتم معقبين، يلا بسرعة أنتم معقبين، يلا. One eternity later. صحي جدا، ممكن بعد ما تاكليه بقى حبتين تحطيهم على عينيكي. سو هاد هو عشانا، يا رب البت دي تصبر وتخليني اسوي دايت، دي البت دي قرفاني في حياتي. ايوه البت حرام وانتي حرام، ما عرفتي فيكي اكبر حرام في حرام. احلى شيء في الحياة هو الاكل ثم الاكل ثم الاكل. شكرا يا اخت ميسم، انتي حتاكلي كل الدجاج لحالك، هذا المملح اللي ما بعرف. حتى الكلب ما بياكله. انت لسه ما اكل منه يعني انت كلبه. انا تركته لك اصلا لانه انشرطت
الضغط ارتفع عندي. خلصت نص الطبق وتقولي دركتولك ناقص ذاكليني. ها شوفوا يا جماعه، ها اللي ما عندوش شاهد والله نص الطبق. هاي الخطوه بدي لكم انها مهمه وابدا ابدا لا تستهينوا فيها، يعني عم بحكي لكم عن شيء من الاكسبيرينس تبعي عشان ما تسووا هاي الكارثه. عشان اللي حقوله هيك اكس بدي تسوي عليه اكس وتبعدوا عنه. احرصوا الحرص الشديد انه اول محادثه صباحيه مهما كان الشخص، سواء كان كومنت على السوشيال ميديا، سواء كان رفيقكم، زوجكم، اخوكم، ابوكم، ما بيهمني، ما خصني اموركم الشخصيه، اوكي؟ لازم اول شخص تحكوا معه الصبح يكون شخص ايجابي، يعطيكم طاقه ايجابيه. تخيل انت هلا صاحي من النوم يجي حدا يكرهك في ام حياتك وبيفكرك انه انت ليش صاحي بكير، انت منك مضطر تتعامل مع ناس زي هيك، بحسك انه الحياه عباره عن هالاموجيهات. فلهيك مهم جدا انكم تحكوا مع اشخاص زي انا. ورحب بكم جميعا على الانستغرام، احكوا معي انا مثلا. بحب الثقة بصوت جو. النصيحة اللي بعدها انه نحضر كل شيء قبل بليلة، من تنظيم ومن تخطيط. تكون عندكم دايما بقولكم على هاي النصيحة انه يكون في عندكم رؤية لليوم اللي بعده. ليش؟ عشان تتذكروا انتو ليش بدكم تصحوا، انتو على شو عم تشتغلوا. كلنا مع عشقة الحياة وستريس والضغط ولا للي لا لو بننسى او بتضيع الرؤية، فكتير مهم بالنسبة لي انه بنظم وقتنا قبل بليلة ونكونوا جاهزين لهالشيء قبل بليلة. انا اصلا من فترة بلشت انه عم بنشر على الانستغرام تحدي المبكرون، وما شاء الله كتير عالم تفاعلت معي وكتير عالم انه صارت تصحى بكير. فاذا انت بدك تنضم لفريقنا من فريق المبكرين تابعني هون حسابي على الانستغرام، ان شاء الله رح نتشجع هناك سوا. وكمان ممكن اكون انا اول شخص تحكي معه في الصباح انه بحب الثقة. persistence الاستمرارية، انك كل يوم عم بتسوي هالشي حتى يصير عادة، حتى يصير شيء اسمه الساعة البيولوجية. صير تصحى من حالك، منك محتاج اصلا لمنبه. فالpersistence وانك انت تكون انسان مصر ومنضبط رح يخليك تصحى بكير بدون اي احتياج للمنبه. اذا انتوا لسه عم تتدربوا على الاستيقاظ بكير، خلوا الموبايل تبعكم بعيد عن السرير وسووا المنبه. ليش؟ لانه المنبه رح يزعجكم المرة الاولى، الثانية، الثالثة، لحتى هيك ما تزهقوا تصيروا خلاص بدكم تصحوا. فاذا كان المنبه جنبك يعني في السرير على طول رح تطفيه وترجع تنام، صح او مش صح؟ قولوا لي صارت معكم او ما صارت معكم. هي بتصير معي الف مرة. فانت كانسان طبيعي رح تصير معك، بينما لو يكون بعيد غصبا عنك وعن خلف القبيلة كلها رح تصحى. اخر نصيحة، وهي ليست نصيحة تفشيلية ولكن نصيحة عشان ما بحسك بالذنب، ونصيحة واقعية جدا، انه waking up early is not for everyone. Yeah. زي ما سمعتوا انه الاستيقاظ بكير منه لكل العالم. انا بتذكر حالي لما كنت في الثانوي وفي الاعدادي بحب اسهر، بحب اسهر واذاكر وما بيحلل المذاكرة الا في الليل وانا بسهر. ما بقدر اكون من الجماعة المبكرين لانه انا كنت برتاح هيك، بينما هلا تغيرت صرت بحب اصحى مثلا بكير. سو لا تصحى بكير مشان انه كل العالم عم تصحى بكير، ولا تصحى عشان انه كل العالم بتقول انه صح او لانه شيء تريندي. سويه فقط لانك بتحب هالشيء، سويه فقط لانك انت عم بتحب تشوف نسائم الصباح. انا مثلا اكثر شيء قسما بالله بيحفزني انه انا اصحى الصباح، خلافا انه انا بحب اكل كثير، عشان بدي اشوف شروق الشمس. وكمان كثير بحب نسمة الصباح خاصة في فصل الصيف. طبعا لما بقول انه الاستيقاظ بكير منه لكل العالم، هالشي ما يعني انك انت تصحى الساعة 5 المساء او 12 الظهر. سو اللي كان بدي اقوله انه ما تضغطوا ابدا على حالكم مشان انكم تكونوا منجزين بجدول او نظام معين مخكم لسه ما معود عليه.
خذوا راحتكم يا عمري الحلو وبلشوا بخطوات بسيطة. سو بس يا جماعة هاي هي خبرتي في الاستيقاظ بكير. لازم ضروري انكم تحضروا الجزء الاول لانه اذا انت مثلا حدا كتير بيسهر وبده يعدل نومه فالجزئية الاولى راح تفيدك كتير انك تعرف كيف تعدل نومك. بس الفيديو هذا عم بعطيكم الاشياء اللي بتساعدكم انكم تصحوا بكير. بس اذا بعدك هلا ما حطيت لايك شو بتسوي في حياتك؟ يعني خبرنا جميعا. نريد ان نعلم جميعا ما الذي تفعله في حياتك وانت لست مشترك في قناتي. احذر ميغالو يا سوزان. حسيت حالي شخصيه كرتونيه فجاه. حطوا لايك لهذا الفيديو، تابعوني على الانستغرام، اشتركوا في القناه اذا بعدكم مشتركين. انا فئتكم المجنونه ميرا. ديروا بالكم مع حالكم، احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هوا. بسلامه. Bye.